موزيك اف ام تبع الموجة. سيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي ضيفنا اليوم في ميدي شو. سي مصطفى مرحبا بك. مرحبا. اقتصادي تونسي متحصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة كاليفورنيا، خبير في المسائل الاقتصادية لدى المجموعة الاقتصادية الأوروبية وجامعة الدول العربية، شغل منصب وزير التخطيط والتنمية الجهوية وزير التنمية الاقتصادية، تولى مهام مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك المركزي بالبنك الدولي في فترة ما. والبنك المركزي اليوم معناتها احنا ضامنين فما بعض يخلطوا بالاثنين. لا عاد مش كيف كيف. اما احنا اللي الحاجة المضمونة انك لحد ما ثلاثة نهاية الحصة انت محافظ البنك المركزي ان شاء الله. الحمد لله. به سي مصطفى كمال نابلي، معناتها انت عقدت ندوة صحفية نهار الجمعة الفارض مقر البنك المركزي لتوضيح مسألة الإقالة ولا إقالة، الخلاف بين الحكومة والرئاسة حول إقالتك. لو كنت تقول لنا معناتها تعطينا وجهة نظرك حول هذا التراوح اللي وصل درجة الهزل، معناتها بين حسابات، معناتها دخلت في حسابات سياسية، دخلت في مشاكل بين رئاسة وبين حكومة، نقلوه ما نقلوهوش، عطينا الإذن ما عطيناش الإذن. لو كنت تعطينا رأيك معناتها في اللي قاعد يصير. والله ما دخلتش أنا، ما دخلونا أي يعني دخلوك في الحكاية الموضوع هذا. احنا الموقف اللي حبينا نقلوه مش كون معناها واضح، أنه المجلس الوطني التأسيسي وقت اللي أقر نظام مؤقت التسهيلات في ديسمبر وقع نقاش كبير حول البنك المركزي، وحسب فهمي موضوع أنه وقع قرار مبدأ استقلالية البنك المركزي، ومعناها استقلالية البنك المركزي أنه البنك المركزي الأطراف الكل تحاول تخليه خارج عن المتاهات السياسية وعلى المصالح السياسية الضيقة. هذا هو الفهم. اللي رأنا ولا شفنا أنه في الفترة الأخيرة هذا العكس قاعد يحصل، أن قاعدين ندخلوا في مؤسسة اللي هي مؤسسة عنها دور خاص ومكانة خاصة في معناها في الجهاز الدولة، دخلناها في المتاهات السياسية. وهذا يظهر لي علاش أعتبره خطير نوعا ما، لأنه احنا نظام من وقت للسلطة هو دستورنا الحالي يعني انتقال ايه كان باش نبداو فيه من نهار الاول، ما نطبقوش وما نحترموش، اش باش نعملوا في الدستور الجديد؟ ماذا احنا قاعدين نحضروا في الدستور الجديد؟ اذا كان من الدستور هذا الاول الاولاني مازال هذا الدستور معناه الصغير بسميوه الاولاني، بدينا من باش ما نطبقوش وما نحترموه، معناها الواحد يخاف على الدستور الاصلي واللي يخاف. ممكن هما سيد مصطفى كمال نابلي مخالفات سياسيه ولا مخالفه للدستور؟ معناتها شفنا نوع من التهور السياسي اكثر منه مخالفه صريحه للدستور، يعني وين تراها المخالفه؟ لا راها لانه اذا كان احنا حسب فهمي الاطراف الكل ما نفهم اللي البنك المركزي يبقى مؤسسه مستقل. الناس كل متفاهمين في هذا، واقروا نقاش المجلس الوطني التاسيسي أقر معناه وقت اللي صار الاتفاق القانون وكله قال اتفاق. ولذلك وقت نبدأ نطرح موضوع إقالة المحافظ البنك المركزي لأسباب غير واضحة واللي ما هيش عندها مبررات واللي أسباب ما يقحم في متاهات سياسية، نعتبره أنه وقع تجاوز من ناحية المعنى، ربما مش ناحية النص، من ناحية المعنى وقع تجاوز أنه هذه المؤسسة تبقى خارج الصراعات السياسية. هذا هو اللي يعني هل هي مؤسسة مستقلة بمعنى أنه المحافظ لا يمكن إقالته؟ لا مش هذا هو علاش القانون بيدو أعطاها طريقة لإقالته اللي تكون فيها يعني رئيس الدولة ورئيس الحكومة يلزم يتفاهموا أولا، ثم المجلس الوطني التأسيس. علاش عمل هذا هو؟ وعلاش الحكاية الكل؟ راه وقت كان من عليه ما كانش هكا، كان رئيس يقرر ينحي ويسمي فما جو يمشي المجلس الوطني التأسيسي لا برلمان لا حد شيء. علاش عمل المجلس الوطني التأسيسي؟ باش يعمل يعني يحافظ على المؤسسة، يحميها من التجاذبات السياسية. هذاك علاش عمل المجلس الوطني التأسيسي هذا. ولذلك هذاك علاش نقوله المعنى أنه المؤسسة تبقى خارجة على الصراعات السياسية والواحد. ونعتبره أنه بما أنه ما وقعش ما فماش سبب اللي هو واضح لانه اقاله محافظ البنك ممكنه، مش ممكنه حتى في اي بلد ممكن فيها استقلاليه البنك المركزي، لكن فيها ضوابط تكون معروفه وتكون الاسباب معروفه. لكن في الوقت الحالي ما شفناش اسباب واضحه وما شفناش اسباب اللي هي مقبوله في الوقت الحاضر
اللي إخلال أساسي أو أسباب صحية أو أسباب أخلاقية أو أسباب هذا. شفنا تناقضات، نحب نسأل رأيك، وانت نهار تحل جريدة تلقى واحد قال أقلته، نهار تحل جريدة من غدا واحد يقول ليه ما أقلتوش، أقلته ليه ما أقلناه من قبل مصححة عندي ستة شهور، معناتها أحساسك وانت قاعد تخدم ليه متوحشتي بشخصك أنت، معناتها سي مصطفى وانت قاعد تخدم على روحك في البنك وكل يوم تقرأ خبر عليك، معناتها يظهر لي ما عادش نجم تركز في خدمتك. والله أنا أقول لك في الحقيقة أنا لا ما عنديش مشكل أنا أركز، أما ربما أكثر الموظفين تاع البنك هم يأثر عليهم أكثر مني أنا. أنا شخصيا تشوف يعني ما العمل المتواصل ما فيش إشكالية من ناحية العمل، وتحنا تصور نقول لك حتى يوم الأربعاء هذا واحد كان مش إدارة مجتمع، كنا مجتمعين مجلس إدارة، وقت جاني الخبر قلت لهم هاو الخبر أعضاء مجلس إدارة، لكن احنا باش نواصلوا، وصلنا الاجتماع بصفة عادية مجلس إدارة، وربما تأثروا هما أعضاء مجلس إدارة تأثروا أكثر مني هنا من في الموضوع، لكن وصلنا العمل ومجلس إدارة انتهى وخرج البيان تاع مجلس إدارة بصفة عادية، لكن أنا من الشخصية أنا ما عنديش مشكل في مواصلة العمل بصفة، لكن يأثر على المؤسسة، يأثر على المؤسسة، يدخل عليها إرباك والموظفين على مرباك وعلى المواطن بصفة عامة اللي يتعامل مع المؤسسة هذه، البنوك، مؤسسات مالية، مؤسسات مالية دولية، مؤسسات مالية وطنية، هذا يدخل إرباك. نحب نعطيك سؤال حول الاستقلالية متاع البنك المركزي، وين استقلالية وقت اللي يأخذوا قرار مع رئيس الحكومة يهجوه مجلس تأسيسي اللي هو معناتها الأغلبية في ترويكا بشي صادقوا عليه، معناتها هل تتوقع؟ شوف احنا داخلين معناها في بناء نظام ديمقراطي، ولابد أن المؤسسات كل مؤسسة تقوم دورها. نعتبر أن المجلس الوطني التأسيسي عنده دوره، ومش معناه هو تابع يجي يقول له الحكومة تقول له كذا أطبع، ولا يقول له رئيس الجمهورية كذا يطبع، هذا يجب أن نتعود به، هذا جديد، وأنه يقع يعني قرار إقالة محافظ بنك الرزي يمشي للمجلس الوطني باش ينظر فيه، هو نفسه حقه يجعل اللي باش يقترح يقرأ حسابه، ولو أنه يقرأ حسابه علاش يزمه يفسر، يعمل شنو السبب باش يقنع هك المؤسسة هذيك، يزم حتى جلسة مسائلة هذا علاش، ولهذا هذا معناه نشوفوه هذا بشوي ولو أنه يزمه شوي وقت. سألت أنت قلت شنو يعني استقلالية، شنو معناها الاستقلالية، وهي شنو معناتها، هل ينجم محافظ بنك مركزي سياسة مالية ضد سياسة الدولة الاقتصادية قال شنو مستقل؟ لا مش هذا هو البنك المركزي مش معناها مسيب يعمل اللي يحب، هو مضبوط بقانون دوره وهدافه مضبوطة بقوانين، والمساءلة موجودة، وإحنا طلبنا بالمساءلة في الحقيقة كمحافظ بنك المركزي، أنا طلبت من المساءلة أمام مجلس الوطن التأسيسي، قلنا لهم، أنا مشيت شفت رئيس المجلس الوطن التأسيسي وقلت له إحنا في نفس الوقت فما استقلالية نحب المساءلة زادي، يلزم البنك المركزي يفسر ايش قاعد يعمل، لأنه هو مسؤول أمام الشعب، مش مسؤول لوحده. قبل ما يسألوك يزم يقرأ شوية إيكونومي معناتها. فما يا أخي الناس كل مش يا أخي الناس كل تعرف الطب باش وقت تعانقون الطب يزم. لا أمانة معناتها نشوفوا في الأسئلة معناتها يظل يلزم لجنة مختصة معناتها. هي في اللجنة هو المسائلة صارت في مختصة لجنة مالية. أي لجنة مالية. أمام لجنة مالية هو اللي صار المسائلة، وهذا هو اللي صار الاجتماع الأول. مش معناها ولهذا استقلالي مش معناها فمن بعض يقول لك شنو هذا شو من المركزي ولا معناها دولة وحده هو ولا مش هذا معناه أنه يقوم دوره في نطاق الضوابط اللي حطهم القانون والأهداف اللي حطهم القانون، مش معناها هو باش يجي ضد، لكن هو ياخذ بعين الاعتبار سياسة الدولة وينظر ما هو المصلحة العامة بصفة، لأنه خاصة السياسة النقدية ربما ندخل شوية تقنيات، وواحد السياسة النقدية والبنكية عندها تأثير على ميزانية الدولة، لكن عندها تأثير على الاقتصاد، على المؤسسات وعلى القروض المؤسسات والأشخاص، ولذلك هو يسهر على أنه فما توازن المصلحة العامة مش الكل لفائدة الدولة برك، لأنه المالية العمومية تشوف منظر مصلحة الدولة من الميزانية، ما تخش بعين الاعتبار مصلحة
المؤسسة، مصلحة العائلات إلى غير ذلك. ولذلك هذاك علاش هي جات المسألة، هو الحكم معناته يعني ياخذ معين الاعتبار، ياخذ يوزن ويقيس يعني المصالح المختلفة. هذاك من جهة هي فكرة الاستقلالية، باش ما يقعش انه استعمال السياسة النقدية والسياسة البنكية فقط لصالح مصالح الدولة، تاخذ بعين الاعتبار المصالح الاخرى اللي هي نتاع المؤسسات، نتاع الاستثمار، نتاع الخواص، نتاع العائلات الى غير ذلك. هذا من جهة الفكرة هي. ولذلك ياخذ بعين الاعتبار، مش ضد بالضرورة، مش ضد سياسة الدولة، بل بالعكس يحاول يمشي في نفس النسق متاع سياسة التنمية العامة وأهداف التنمية العامة متاع الحكومة، لكن في المخص الآليات والكل ينجم يكون فيه بعض الاختلافات في الرأي. اختلافات أحيانا وليناها كأنها حاجات شخصية بينك وبين سيد رئيس الجمهورية سيد منصف مرزوقي، تصريحات وتصريحات مضادة، خرجت الأمور التقنية وليت أمور شخصية، لا صلاحيتك ما تسمح لكش، لا سأقيله ديون، لا ما نصححش، معتها معلش وليت هكا، معتها كانوا صراع شخصي، رغم اللي أنت كنت قلت في الندوة عمرك ما قبلته. انا ما احنا من ناحيتنا في البنك المركزي عمرنا ما شخصنا الموضوع، ودائما قلنا موضوع هو موضوع مؤسسات قبل كل شيء، مش اشخاص. احنا رئيس جمهوريه يقوم بمهامه، ما فيش مش هذا الاشكال، لكن فيما يخص المؤسسه كمؤسسه لها دورها، لها قوانينها، لها يعني طرق العمل متاعها. هذا اللي طالبين أنه يقع احترام ذلك، لأنه في مصلحة البلاد، مش في مصلحة أي شخص، مش في مصلحة المحافظ راهو. مش المحافظ هو المشكل، أنا قلته في يوم الجمعة، مش المحافظ هو المشكل، المحافظ أنها تكون مؤسسة تقوم دورها ويقع احترام دورها، لأنه هذاك الاستقرار، لأنه الاستقرار المالي والنقدي راهو من أساس الدولة، راهو نخمه في الأمن العام. هام جدا، ومن يمشي يستقيم التنمية ما غير أمن، لكن الاستقرار المالي بدونه ما تستقيمش التنمية كذلك. وهذا هو دور البنك المركزي، أن يستقيم الأمن المالي والاستقرار المالي. به أنت تقول هذه هي المصلحة، هل تعتبر أنه من الطرف الآخر سيد موسى مرزوقي ولد حاجة شخصية معناتها؟ والله ما نعرف، من جمش نقول لك، أنا ربما عنده تفكير مختلف، ربما فما ناس تقدم له الطريقة للموضوع بصفة تختلف، وأنه لأنه مثلا أعطيك مثال، أنه السيد رئيس الجمهورية كما يقول هو يحترم استقلالية البنك المركزي، لكن يحب يبدل السياسة متاع البنك المركزي، في تضارب ما يجيش مع بعضه، لذلك فما حتى المستشار متاعه ربما مش قاعدين يفسروا له بصفة يعني واضحة الموضوع. استقلالية هو أنه معناها سياسة النقدية وسياسة البنكية متاع البنك المركزي ما يقعش إملاها من الخارج، إملاها من داخل البنك المركزي، في مجلس إدارة، في هياكل متاع البنك المركزي، هي تقوم بدور هذا. من جمش أنا نحب نبدلها، وفي نفس الوقت تقول أنا نحترم البنك الاستقلالية، ما يمشيش مع بعضه. بالنسبة لرفض التوقيع إلى حين التدقيق في حكاية القروض الخارجية اللي خذتها تونس، فمش كون يعتبر أنه مسؤولية وقت اللي قرض، معناتها هل صحيح معناتها وقت اللي قرض ما يمشيش للبلاصة متاعه، ونعرفه صار برشا نهب قبل، معناتها الشخص ولا الهيكل اللي أعطاه القرض مسؤول زاد على متابعة الفلوس وين مشيت، هل تعتبر قرار في محله هذا؟ والله هذا الموضوع يهم الحكومة أكثر من هم يحمل البنك المركزي، لأنه الطرف هي الدولة والحكومة اللي تقترض، ووزارة المالية هي اللي تسهر على استعمال هذه الأموال. هذا يكون واضح، الناس كل مش تابع البنك المركزي، مش مشكل البنك المركزي في حد ذاته. لكن اعتبروا أنه صحيح من طرف، من حق المواطن وخاصة من أي مواطن في اليوم أنه يعتبر أن يقول فين مشيت الأموال اللي وقع يعني اقتراضها، وكيفاش باش يردوها ربما مقعش. هذا سؤال معقول، ما فيش حتى إشكالية، لكن الهيكل اللي هي وزارة المالية، هي هيكل اللي فيها هيئة رقابة اللي وهي دائرة المحاسبات متاع راهو. وما تنساش حاجة أخرى، ربما بعض الناس ينساوها، أنه الممولين الخارجين كلهم يعملوا تدقيق للاستعمالات متاعهم، يتبعوا فلوسهم راهو، البنك العالمي والبنك الافريقي للتنميه والبنك الاوروبي والبنك الفرنسيين والالمان، كلهم يتبعوا ويعملوا تدقيق لاستعمال الاموال متاعهم.
معناتها ما صارتش تجاوزات في قروض تونس، معناتها ما نقولكش ما صارتش تجاوزات هذا النجم، لكن نقول لك انه فيه هياكل طعنه بهذا المال، واذا كان فيه اجماع حول انه يقع اعاده النظر والتدقيق فيه ما فيش حتى اشكال في هذا. معناتها خاطر هذه تهمه باش تتوجه للبنوك، هذه معناتها قد يكونوا غلط. مش البنوك ما عنده حتى دور بالبنوك. الدوله راه في ميزانيه الدوله، نحكيو على قروض مشات للدوله، مشات يعني سمحني التهمه تتوجه للي اعطى القرض انه ما تبعش، معناتها قد يكون غض الطرف معناتها بصفقه، معناتها يغض الطرف على استعمال. لا ما نجمش هو بالعكس هو عنده شكون يعس عليه، هو اذا كان البنك الاوروبي للتنميه ولا للواحد يعني عنده البرلمان الاوروبي تبع فيه، عنده المؤسسات الاوروبيه دائر المحاسبه تاع اوروبا تبع فيه، البنك هم عندهم هيئات رقابه وعندهم شكون يراقب فيهم، نجمش يغض الطرف هكاك واحد. مش مصيبه. تم استدعائكم من طرف رئيس الحكومه بحضور وزير الماليه بعد قرار الاقاله ذاك اللي صارت مباشره، شنو دار في الحوار؟ لا ما وقعش، مش بعد قرار الاجتماع هذاك صار في اثرى انه وقت الترقيم السيادي وقع في خلاف حول انه ترقيم سيادي مع واحدة من مؤسسات اللي تعمل ترقيم تاع تونس، ووقع وقتها يعني برشا كلام، وقع اجتماع مع رئيس الحكومة وسيد وزير المالية باش نشوفوا كيف نتعامل مع الموضوع. هذا هو اللي صار، انه علاش باش نفهموا علاش وقع تخفيض في الترقيم السيادي هذا، وكيفاش تونس لازم تتعامل مع الموضوع هذا، وكيفاش تحاول تتجاوز الموضوع هذا. واضح. السيد مصطفى كمال النابلي برشا يلوم عليك انه معناتها عملت كل براد فير مع الحكومه، خاصه اول ما بديت تنقد في قرارات الحكومه في ندوات صحفيه وغيره، يعني وريت صحيح انت مستقل ولكن استغليت استقلاليتك لاقصى درجه، وريت معناتها في ندوات صحفيه تنقد في سياسه الحكومه اللي في حين كان ينجم يكون في جلسات، في جلسات خاصة، معناتها برشا قالوا معناتها كأنك ماخو موقف ضد الحكومة. والله برشا يقولوا لكن ماذا بيا انتم يعني صحفيين وكل شيء، ماذا بيا نشوف شنيما الندوات الصحفية اللي نقد فيها الحكومة. هذا مش صحيح، هذا صحيح مش صحيح تماما، فما بعض اللي يروج في الكلام هذا لكن مش صحيح. مقاعش اي كلام انه نقد الحكومه. اللي وقع اللي فيه اشكال هو الاشكال انه وقع يعني سواء من القلق انه البيانات نتاع البنك المركزي مش نتاع مجلس اداره البنك المركزي ماهيش دائما متناغمه مع قرارات، مش قرارات لا، مع وصف الحكومه للوضع الاقتصادي وتقييمها للوضع الاقتصادي. في بعض الأحيان ما يخرج به البيان المجلس الإدارة متاع البنك المركزي ماهوش هو نفس التشخيص ونفس الوصف لما هو الوضع الاقتصادي، فيه بعض الاختلاف، والبعض يقول لك فيه ارباك وفيه شيء منه هذا، لكن احنا نقوله هو من دور البنك المركزي انه اذا كان عنده نظرة وعنده تقييم يختلف انه يصرح به ويقوله للرأي العام، وهذا نقطة قوة مش نقطة ضعف، وما يلزمش الحكومة تتقلق من هذا، بل بالعكس يلزمها تسمع التقييم هذا وتشوف إذا كان صحيح تأخذه بعين الاعتبار، وإذا كان مش صحيح ما نقول ما تأخذوش بعين الاعتبار. هذا هو اللي صار، ما فماش حالات اللي البنك المركزي اتخذ مواقف ضد سياسة الحكومة أو شيء، هذا مش صحيح. التقارير ما فماش إمكانية معناتها علاش الحكومة تخرج تقرير بنك المركزي تقرير، ما فماش إمكانية تدرسوا وتقرير مشترك عادي. عادي كل البلدان هذا عادي. فيه الهياكل المختلفة تقوم بتقارير وتقييم، لأنه راهو الاقتصاد مش علم يعني صحيح وكل شيء فيه تقييم، وكل حد ينجم ينظر منظر مختلف شوية، وهذا ما يثري النقاش. بالعكس احنا نحب العاده انه فما نفس الخطاب ونفس الكلام، هذاك نحب هذا مش ديمقراطيه. اذا كان ولي كل خطاب نفس الناس كل تقول نفس الخطاب ونفس التقييم ونفس الكلام، ما عادش ديمقراطيه. سيد مصطفى كمال النابلي، يقال زاد ان قبل الانتخابات عطيت وضع وردي جدا للبلاد، وبعد الانتخابات بعد ما ربحت الحكومه هذه ولا الوضع كارثي. هذه من الاشياء اللي وقع. يعني قالوا انه بعد الانتخابات وفي الحقيقه تقييمك للوضع يعني انقلب 180 درجه. لا احنا في نوفمبر وديسمبر احنا نبهنا الى بعض الاشكاليات، وانه الوضع الاقتصادي مش في نفس النسق اللي كان فيه قبل، والارقام اللي خرجت بعد ذلك اكدت ان صحت ما كنا نقولوه.
ما كناش نقوله في الكلام هكا لأنه ضد الحكومة، لأنه في الربع الثالث متاع السنة، الثلاثي الأخير متاع السنة، الوضع الاقتصادي تدهور، وحتى الأرقام اللي خرجت بعد ذلك من طرف المعهد الوطني للأحصاء وكل الأطراف تبين ذلك. لكن احنا قلناه وقت الناس كل ماكش فايقة يعتبروا، وتنظر المنظار من نظر من يعني منظار سياسي وعم انتخابات والدنيا كلها سفا ولباس وكل، واحنا كنا نقولوا راهو ردوا بالكم، راهو فما مشاكل، راهو فما مؤشرات ماهيش طيبه. وفي الحقيقه هذا كذلك حتى في مارس، تفكر في مارس قالوا لنا كيش تقولوا الوضع الاقتصادي فما اشكاليات، وهون شفناه بعد في الارقام، وتو شفناه في مارس وافريل وكيفاش الصادرات قاعده صعوبات الى غير ذلك. قالوا لنا كيش تقولوا اي، وقبل الانتخابات وقتها كان سيد بيجي قائد سبسي قلت الوضع راهو مش كارثي بدرجه اللي انتم تقولوا، لانه تحسن في الثلاثي الثاني وخاصه في بدايه الثلاثي الثالث تحسن الوضع الاقتصادي، والارقام تبين ذلك اليوم تحسن، لكن في في الثلاثي الاخير تدهور الوضع الاقتصادي، وهذا ما كناه. وهذا هو الفرق معنا بين يعني التعامل بوضعيه اقتصاديه وبصفه موضوعيه، هو هذا هو هذا فما الخلاف، هو انه البنك المركزي يحاول بكل مش دائما ينجح، ما نقولكش ينجح مش دائما، انه ناخذ الوضع الاقتصادي بموضوعيه ونشوف كل المؤشرات وناخذ، لكن هو طبيعي في الحكومه طبيعي تاخذها من منظر سياسي، عند الحق ما نقولكش مش 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 ماخذ عليها، ما ناخذش على الحكومات الكل في هذا، مش تشوف حتى اليوم انت في في الولايات المتحده وبريطانيا نفس الشيء نفس الاشكاليات. فما حكمه شهيره اذا تحب تكذب على الناس اعطيهم ارقام، معناتها الناس الكل تستعمل تستعمل في الارقام لصالحها. هذاك علاش يلزم هذاك علاش يلزم اطراف مختلفه تقيم أي. الارقام وتعطي تقييم. السياسيين ديما يستعملوا في الارقام لصالحهم، معناتها طبيعه السياسه طبيعه طبيعه الانسان.